مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. طبعا كلنا لاحظنا في الفترة الأخيرة أن في أزمة في الرز. الرز كان في أسعار غالية جدا أو كان بسعر غالي جدا، وبعد كده ابتدينا نسأل الرز فين، الرز مش موجود، بندور عليه في الماركت والأسواق مش لاقيينه. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي مصلحي أصدر قرار وزاري لتنظيم التداول والتعامل مع الرز وموسم الشعير المحلي موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي. لتفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج حسين. صباح النور، صباح الفل عليك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا. نعرف من حضرتك طبعا في البدايه اهميه محصول الرز، وطبعا انه من السلع الاستراتيجيه والمهمه جدا، ومساحه كمان الرز المنزرع هذا العام. الحقيقه طبعا انا في البدايه انا بشكر السيد الوزير علي المصلحي بقراراته الشجاعه والجهود الكبيره اللي بتقوم بها وزاره التموين لتوفير الرز في بطاقات التموين وفي المحال بأسعار معقولة، والقرارات الشجاعة اللي أخذها في الفترة الأخيرة. نعم. طبعا الرز من أهم السلع الموجودة مش بس في مصر، في العالم، وده يعتبر غذاء رئيسي بعد القمح في العالم كله. احنا في مصر الحمد لله عندنا مساحات مزروعة من الرز تكفينا محليا. احنا كنا بنصدر الرز وما كنا بنزرع حوالي 2 مليون فدان. قبل أن تتجه الحكومه ممثله في وزاره الري ووزاره الزراعه بتخفيض مساحات الرز الى 1,075,000 فدان، طبعا المساحه دي مختاره بعنايه في اماكن معينه في مصر قريبه من البحر اللي هي جوفيه عاليه. طبعا المساحه مختاره بعنايه من حيث الكميه او المساحه بتاعتها اللي هي 1,075,000 فدان، تنتج حوالي 4.5 مليون طن رز شعير، بيدور حوالي 3.5 مليون طن رز ابيض، وده الاكتفاء الذاتي لمصر. طبعا ده من حيث المساحه. طبعا من حيث المكان احنا مختارين الاماكن دي بالذات لان الميه الجوفيه فيها عاليه، الرز بياخد ميه كتير جدا. صحيح. فاحنا ما ينفعش نزرعه في اماكن في مصر يعني كتيره عشان الميه. ثاني حاجه احنا بنزرعه في الاماكن دي لانه بيضغط الميه اللي بيشرب بيها الرز، تضغط على الميه الجوفيه يعني تقي الارض من الموت اللي احنا بنسميه التضبيط في الارض. فاحنا عندنا اكتفاء ذاتي من سلعه الرز، نطمن كل المواطنين. لكن المشكله اللي حصلت دي هي مشكله استغلال واحتكار من التجار الكبيره، لان هو الرز طبعا سهل للتخزين. الرز ممكن اي حد يخزنه ولفترات طويله، ممكن تخزينه في مكان كمان يصعب اكتشافه من قبل الجهات الرقابيه. فبالتالي كل سنه في مستغلين لسلعه الرز بياخدوه من المزارعين ويخزنوه يعطشوا السوق ويعلوا الاسعار. طبعا قرار السنه دي كان من وزير التموين انه كل مزارع رز يقدم طن رز شعير للحكومه بحيث يغطي بطاقات التموين اللي هي في الاخر بتعود على كل المواطنين المصريين او معظمهم على الاقل، وخاصه الفلاحين. فاحنا بندولهم بسعر مدعم. طبعا القرار ده قرار صائب، واحنا كنا نادينا به من 2018 كمان على اساس الناس دي ما تاخدش الرز باسعار بخسه من الفلاحين ويخزنوه باسعار عاليه. طبعا السعر اللي حطه وزير التموين كان حوالي 6700 جنيه او 6800، وده سعر ضعف السنه اللي فاتت، فهو سعر كويس. لكن برضه التجار رفعوا السعر بره ووصل ل 9000 جنيه في بعض الاحيان، وبالتالي كان في ناس بتتذمر مش عايزه تورد رز، وده يعني خطا كبير جدا. لان زي ما قلت حضرتك المساحات المزروعه في الرز لناس معينه في محافظات معينه من حق المصريين كلهم ياخدوا منه، الحكومه ما بتاخدش الرز دي تبيعه لكن بتوزعه على بطاقات التموين. يعني احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الرز، لكن المشكله في التجار نفسهم ان هم بيخزنوا وطبعا بيغلوا في الاسعار، وزي ما حضرتك بتقول ان الجهات الرقابيه كمان مش بتعرف توصل قوي للحاجات اللي هم مخبيينها او يعني خافيينها عن الناس. طب انا عايز اعرف من حضرتك المقترح اللي يعني واجهتوه او قلتوه علشان ما تتكررش هذه الازمه من الرز.
هو طبعا احنا بنقترح طبعا برضو تجديد الرقابة وتفعيل قرارات وزارة التموين بتسعير الرز في المحال، خاصة الرز الأبيض، لأن لما سعر الرز محدش هيخزنه، حتى لو خزنه هيعرف أن السعر محدد بره، فهو مش هيقدر يطلعه غير بالسعر اللي معروض. زي ما قلت حضرتك الرز اللي موجود داخل جمهورية مصر العربية كفينا، فإحنا نسعرنا الرز ده هتبقى حاجة كويسة. تاني حاجة أن احنا ممكن نزيد مساحات زراعة الرز في أماكن زي الفيوم والوادي الجديد، كانت بتزرع رز واتمنعت من زراعة الرز ده، بتزرع على المياه الجوفية، والمياه كده كده موجودة بيزرعوا بها برسيم لو ما زرعوش رز، فإحنا ممكن نزود المساحة شوية بحيث أن احنا يعني الأيام دي شفنا في إقبال شوية على استهلاك الرز بعد ارتفاع أسعار الحبوب التانية، وبالتالي نعوض الكمية دي من زيادة المساحة. طيب احنا يعني حاجة حسين، بمناسبة انعقاد طبعا مؤتمر المناخ كوب 27، حابين نعرف من حضرتك ازاي نقدر نستفيد من قش الرز بدل طبعا حرقه، ونعرف من حضرتك اوجه الاستفادة ازاي. طبعا المناسبة دي انا بهني كل المصريين يعني المؤتمر العظيم اللي جمع معظم قيادات العالم، وبنفتخر دايما بمصر وبقيادة مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، اللي هو بشرفنا في كل مكان. طبعا قش الرز انا عايز اقول لك ان دي ثروه الناس ما كانتش بتستغلها زمان، لان كانوا بيحرقوها، فكانت بتتسبب في تلوث المناخ وحدوث السحابه السوداء. طبعا الجهود الكبيره اللي قامت بيها وزاره البيئه مع وزاره الزراعه ووزاره التنميه المحليه، دلوقتي ما بنشوفش السحابه السوداء، لان احنا دلوقتي بدانا نستخدم قش الرز في انتاج العلف والسماد، وده حاجه كويسه جدا بتدر دخل زيادة على المزارعين. طبعا وزارة البيئة وفرت مكابس كتيرة جدا في أماكن زراعة الرز، وزارة التنمية المحلية بقى فيه رقابة جديدة على حرق الرز وبقى فيه غرامات، فبالتالي اختفت هذه الظاهرة. واحنا دلوقتي في مؤتمر المناخ بنقدم ده إيدية للعالم كله، لأن تلوث الأواء المصر مش معنى أن احنا تلوث الأواء المصر بس، لكن تلوث الأواء في العالم. احنا رغم أن احنا حاجاتنا بسيطة جدا في التلوث زي أي دول أفريقيا كلها، لكن احنا بنحاول نمنع أي ذرة تلوث للأواء أو التربة أو الماء. نعم، أنا بشكر حضرتك جدا حاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بشكرك جدا يا حاج على هذه المداخلة وطبعا هذه المعلومات. شكرا لحضرتك حاج حسين.